الان انا اشرح لكم بعدين انا خادم الان ناتي الى هذا البناء. هذا البناء اللي امامنا الان عند اهل سامراء يسمى سجن الحير او سجن الهادي، في بطون الكتب يسمى دار الصعاليك. من فوق عباره عن اسطبل مال خيل بعمق 11 متر. سجن نوعين، عام وخاص. ذلك الباب عام بعامة الناس، والبناء اللي قدامه متاهات بحيث السجين يأتون به يفرون في هذه المتاهات من يسره، ينزل بعمق 11 متر يفقد الجهات الأربعة. هذا المكان خاص بالإمام الهادي عليه السلام، بل الإمام الهادي مسجون في ظلمات ثلاث: ظلمة القصر وظلمة الغرفة وظلمة الأبواب الموصدة. نور الشمس لن يدخل إلى مكان سجن الإمام الهادي إلى يومنا هذا، بل له منور في الجدار. الآن المنور الوحيد لدخول الإمام الهواء، دخول الإمام الهواء إلى غرفة الإمام الهادي عليه السلام. بعد السجناء الذي كانوا في السجن لا يعلمون أنه أكو إنسان اسمه الإمام الهادي هنا مسجون، بل كان سجنه انفرادي، لأن ذول الطغاة أخذوا العبرة من يوسف. يوسف عليه السلام لما سجن مع السجناء طلع كاسب كل السجناء له أنصاره، فكانوا يسجنون الصلحاء في منفرد فقط يعلم به المتوكل العباسي والسجان اللي اسمه علي بن كاركار السجان. سجن الإمام الهادي عاصر 5 خلفاء، سجن مع كل الخلفاء، مع المتوكل سجن 3 مرات، مرة منهم سنتين جرة واحدة. السجنة الثالثة المتوكل أنزل العذاب مع على الإمام، فقال عندما يعني لشدة العذاب دعا الله، قال: إلهي أنا ليس أهون عليك من فصيل ناقة صالح. فهنا 3 أيام أنزل الله العذاب على المتوكل، قتله ابنه مع الجيش التركي. عدد السجنات مع الخمس خلفاء 25 مرة. أنا خادم لأي سؤال. جزاكم الله والله عليك. هنا أكل العمارة موجود هنا بالطريق هنا منارك ملوية. هذه مأذنة، مأذنة العباسيين، مأذنة، وفي جنب المأذنة مسجد يسمى مسجد أبو دلب. أبو دلب هذا شنو بالدم الشيعة، شنو هذا المعروفين في الباكستان هذا صف البناء؟ ملوية سامراء، مأذنة سامراء أو ملوية سرة مراء. في بعض الناس يقولون لتشويه الآثار يقولون أن هذه المأذنة بنيت على رؤوس العلويين، هذا افتراء، بل بنيت على أكتاف العلويين، حولوا هذا الكلام لتسقيط الآثار العراقية، بنيت على رؤوس العلويين. كلا وألف كلا، كل علمائنا ينفون ذلك. يقولون هي المتوكل، ها يقولون هي المتوكل من المعتصم، المعتصم من المعتصم الى المتوكل الى المنتصر الى الهادي. 8 خلفاء حكموا في هذا المكان. انا خادم لاي سؤال؟ انا خادم العراقي، تردين عبد الشرح وياكم في الشارع عند الجماعه. صح صح. يه مغلقة قائد خانه، يه ابي هم آپ کو نیچے جا کے دکھاتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ساری سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں.